안녕, 난 샤다야. 난쿡대학교에서 AD 다니고 있고 한국 온 지 2년 됐어. يسعى 90.8% من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في جامعة دانكوك للتخصص في مجال الطب. إن كان هناك طالب يرغب في التخصص في مجال الطب عند مجيئي إلى كوريا، فأنا متأكدة أننا سنلتقي في جامعة دانكوك. جامعة دانكوك خصصت برنامج تحضيري خاص لمادتي الأحياء والكيمياء لطلبة الطب السعوديين. في هذا الصف الخاص يتم تعلم كل الأساسيات، بدءاً بنظريات وتطبيقات استخدام أدوات المختبر وحتى علم الأحياء والكيمياء، حيث يعتبران من أساسيات الطب. يمكن لأي طالب سعودي يعتقد بأنه يفتقد إلى الأساسيات أن يقوم بإضافة هذه المادة التحضيرية إلى جدوله ودراستها. لقد تعلم السعوديون الذين يدرسون الطب في جامعة دانكوك الكثير خلال هذا البرنامج. في جامعة دانكوك مبنى كلية الطب ومبنى المستشفى متصل مع بعض. الآن سوف أذهب لأشارك في محاضرة عن التدريب السريري بغرفة العمليات بالانتقال من مبنى كلية الطب إلى مستشفى الجامعة. يشكل هذا الأمر نقطة قوة لجامعة دانكوك، حيث أن دراسة الحالات السريرية مهمة جدا عند دراسة الطب. يوجد فرص أكثر لرؤية الأشياء التي كنا نتعلمها من خلال المقررات الدراسية فقط. علمنا الأستاذ طريقة غسل اليدين الطبية. بدأت أشعر بالتوتر بعد أن أدركت أن أي إهمال بسيط من قبل الطبيب قد يودي بحياة المريض. إن الدرس التطبيقي اليوم هو عن عملية يتم فيها تثبيت المسامير في ساق المريض الذي انكسرت كاحله من أجل تعديلها. يمكن من خلال متابعة العملية مباشرة أن نتعلم كل شيء، بدءا بالتخدير والتشريح وحتى الخياطة الجراحية والإنهاء. كما يمكننا أن نتعلم من خبرات الأستاذ الجراح الذي يقوم بكثير من العمليات، وكل ذلك يساعدنا كثيرا في الدراسة. من أجل التدريب الناجح للطبيب تقوم جامعة دانكوك بتدريس عدد صغير من الطلاب في المحاضرة الواحدة. لأن مجموعتنا صغيرة فيمكن للأستاذ أن يرشدنا بشكل دقيق ومفصل، كما يمكن للطلاب أن يشعروا بحرية أكبر في استخدام الأجهزة والأدوات الطبية المتوفرة، وبهذا يتم التدريب الناجح للطلبة. إن جامعة دانكوك تعتبر من أفضل كليات الطب في البلاد، حيث أن نسبة نجاح الطلاب في اختبار الطب الوطني هي 100%. بالرغم من عمق وصعوبة دراسة الطب واعتمادها على التعليم المكثف، إلا أن الدراسة ممتعة وليست مرهقة بفضل وجود الأساتذة الذين يتعاملون مع الطالب كصديق ويخلقون جواً مريحاً أثناء الدرس. بجامعة دانكوك متحف كبير خاص بالباحث والمؤرخ الدكتور سوك جو سون، الذي يحتوي على كل ما تبرع به وجمعه الدكتور طوال حياته، وهو ما مجموعه حوالي 3000 قطعة من الأزياء الشعبية وغيرها من الفنون والأثريات التي تصل إلى حوالي 4000 قطعة. قضيت وقتا ممتعا مع أصدقائي، حيث ارتديت الزي التقليدي الهامبوك الذي كنت أتمنى أن أجربه، كما قمت مع أصدقائي بالتقاط العديد من الصور التذكارية. جاء الدكتور سامي إلى كوريا وأنهى دورته الطبية في مستشفى سيفرنس بجامعة يونسي، وسيعود للسعودية في العام القادم ليعمل على تدريب الأطباء المستجدين. جاء الدكتور سامي إلى كوريا بمفرده قبل 3 سنوات رغبة في تعلم الجراحة الروبوتية. لقد أعطاني الدكتور بصفته الأسبق في الدراسة بكوريا العديد من النصائح، من ضمنها الإرشاد الوظيفي وكيف يجب أن يكون الطبيب مسؤولاً عن المريض وعن الجهد المترتب على ذلك. عمتي لها تأثير كبير على حياتي، عالمة طبية سعودية وإحدى أول عضوات مجلس الشورى من النساء بالمملكة العربية السعودية، تشتهر بمساهماتها في مجال البحث السريري والتكنولوجيا الحيوية. وضعت هدفاً كبيراً لي، وهو أن أصبح عالمة طبية مثل عمتي، ولذا جئت إلى كوريا لتميزها عالمياً في مجال التقنية الطبية. بجامعة دانكوك توجد محاضرات تحتوي عدداً قليلاً من الطلاب من أجل تدريب أفضل الخبراء في المجال الطبي، كما توجد أحدث وأفضل المرافق الطبية من أجل تركيز الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على عملية البحث. وتواجد الجامعة والمستشفى في نفس المكان يسهل من عملية الجمع بين التعليم الطبي النظري والعملي. بوجود جامعة دانكوك أؤمن أن أحلامي الكبيرة سيكون لها أجنحة تحملها بإذن الله. سأسعى نحو هدفي دون توقف حتى يتحقق ذلك الهدف.
حلمي إني أخطو على خطى عمتي، وحاجتهد وأدعو الله يوفقني ويوفقكم أجمعين.